ازيكم حبايبي الغاليين دفعة تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ كويسين؟ مبسوط جدا من ردود افعالكم، عشان كده بحاول اعمل لكم كل جديد. ايه الاخبار؟ انتوا عارفين ان احنا وصلنا لحد يونت 4 في حصص مصر. النهاردة بنحل مع بعضينا الوحدة الرابعة في حصص مصر. طب انت عايز مننا يا مستر؟ عايزك تدوس على نفسك شوية، عايزك تحمل على نفسك شوية عشان ربنا يكرمنا. تمام؟ جاهزين يا وحوش؟ يلا بينا. تعال نبدأ بأول سؤال، ركز عشان تعرف تحل صح. ده ايه ده يا مستر؟ جرامر. بدأ بالجرامر؟ اه بدأ بالجرامر. يلا. The students، التلاميذ. Not written. حبيبي written ده تصريف ثالث. حبيبي يا غالي written ده تصريف ثالث. يعني اقدر احل ولا ما اقدرش احل يا مستر؟ يعني didn't have to عايزه مصدر. مفيش حاجة اسمها need انتهاز. مفيش حاجة اسمها didn't need to تصريف ثالث. مستر ده انت حليت من غير ما تقرا؟ ايوه حليت من غير ما اقرا. تعال نشوف المنصه عاملاها ايه اهو. need to have written. يبقى معناها يا مستر؟ معناها لم يكن هناك داعي لفعل شيء. ما كانش في داعي نعمل حاجه. ها مستر عملناه ولا ما عملناهوش؟ لكن عملناه اهو. طب الفرق بينها وبين didn't have to المصدر؟ لم يكن هناك داعي لفعل شيء لكن ما عملناهوش، او ما عملناهوش. دي يا مستر دي ما كانش في داعي ان نعمل، لكن ايه؟ لكن عملت. طب تعال نقرا بقى. The students الطلبة needn't have written all those notes. ما كانش في داعي يكتبوا كل الملاحظات دي. All the information كل المعلومات is typed for them هتطبع لهم وهياخدوها. يبقى ما كانش في داعي لفعل شيء لكن هم عملوه. مستوعب معايا؟ طب مش مستوعب قوي يا مستر، روح راجع الجرامر بتاع يونت 4 قبل ما نحل. لازم تراجع كل المودال فيربس، النسيسيتي واللاك اوف نسيسيتي والبروهيبشن، لازم تراجعهم كويس. يلا يا ريس. يا مستر برضو جرامر؟ اه جرامر. يلا يا غالي. at an airport واحنا في المطار. you not show your passport لازم تعرض جواز السفر بتاعك. before you can leave the country لازم توري له جواز السفر بتاعك قبل ما، يا مستر قبل ما تسيب البلد. طب حلو جدا. اه مستر you ما تاخدش doesn't have، تاخد don't have. يو ما تاخدش هاز تو. مستر عندي اتنين، عندي اتنين. دونت هاف تو دي معناها انت حر، وهاف تو ده يا مستر الزام، الزام خارجي. الزام ايه يا مستر؟ الزام خارجي. طب ما انا لازم، انا مجبر ان انا اوري له جواز السفر. اه مستر هتطلع ايه؟ مش هتطلع دونت هاف تو، هتطلع هاف تو. have to يعني يا مستر يعني لازم اوري له جواز السفر قبل ما اسافر اي بلد. وهو خد بالك في حصص مصر ما خيركش بان have to must، هو حتى لو خيرنا هنختار have to، بس انا بوريك ان هو الجمله جايبها سهله مش جايبها صعبه. يلا يا غالي. teachers يعني يا مستر؟ المدرسين. مالهم يا مستر؟ وير سوتس يلبسوا بدل. وير ده مصدر يا مستر؟ ايوه يلبسوا بدل. فور ورك في الشغل بتاعهم. But their clothes must be neat لكن الملابس بتاعتهم لازم تبقى انيقه وكلين ونظيفه. حبيبي انا مش مجبر البس بدله وانا شغال، لكن لازم اللبس بتاعي يكون نظيف ويكون انيق. يبقى يا مستر انا حر عايز البس براحتي، مش عايز البس براحتي لكن انا مش مجبر. حاضر يا مستر. هاف تو ده الزام خارجي مش هتنفع. تيتشرز جامعه ما تاخدش هاز تو.
تيتشر دي جامعة ما تاخدش doesn't have to. مصدر ما عنديش غيرها. don't have to يعني انت حر. قلنا needn't. don't have to. doesn't have to. don't need to. doesn't need to. ما لهم دول يا مصدر؟ انت حر. عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل دي حاجة ترجع لك. طب يلا اللي بعديها. students يعني يا مصدر الطلبة. use the مصدر اهو. يستخدموا their mobile phones الموبايلات during the lessons. ينفع وانت قاعد في الحصة تلعب في الموبايل؟ لا يا مستر اوعى اهو، اوعى تستخدم الموبايل بتاعك وانت في الحصة. فين يا مستر اوعى؟ must دي مثبتة، has to مش هتنفع مع students جامع، have to دي مثبتة، مستر ما عنديش غيرها mustn't. معناها ايه يا مستر؟ معناها اوعى الطلبة اوعى تستخدم الموبايلات بتاعتهم اثناء الدروس. طب هات يا ريس اللي بعديها. you not arrive. arrive يعني تصل، ده مصدر يا مستر. on time لازم توصل الدروس الميعاد، حلو جدا. it's important ده هام جدا. not to be late مهم جدا ما تأخرش. اه يا مستر. طب يلا دي هات تو دي ماضي مش هتنفع. could لا يا مستر ده بيتكلم ان انا لازم ابقى موجود، دي مش احتماليه. don't have to ده مش انا حر، ميعاد الدروس لازم اوصل في الميعاد، يبقى ما عنديش غيرها يا مستر have to. ما عنديش غيرها have to. ليه يا مستر اخترت have to؟ ركز في كل كلمه بقولها. you have to arrive on time لازم توصل في الميعاد. هنا لازم الزام خارجي اهو، الزام خارجي، الزام خارجي لازم توصل في الميعاد. هات اللي بعديها يا ريس. you not buy. buy ده مصدر يا مستر. ايوه. a course book انت لازم تشتري ولا مش لازم تشتري الكتاب بتاع الدورة؟ your teacher will give you one المدرس بتاعك هيدي لك واحد، يبقى انت مش لازم تشتري، انت حر. يبقى عايز نفي يا مستر؟ اه عايز نفي. has to مش هتنفع مع you. don't have ناقصه تو يا مستر عشان تبقى صح، عشان تبقى صح ناقصه تو. طب doesn't have مش هتنفع مع you مستر، اكيد هتطلع دي اهي. don't need to فعلا انت حر، انت حر. ركز كويس في كل كلمه. you don't need to انت مش محتاج buy a course book انك تشتري الكتاب بتاع الدوره. ليه يا مستر؟ your teacher will give you one المدرس بتاعك هيدي لك واحد. هات اللي بعديها. تابع من فضلك لو سمحت. بور وليد يا عيني، وليد الغلبان بروك هيز ليج اتكسرت رجله. yesterday yesterday امبارح يا مستر يعني الجملة ماضي، الجملة يا مستر الجملة ماضي. طب يلا. and not to hospital اضطروا ياخدوه على المستشفى. must go مضارع، has to go مضارع، needn't have gun ازاي يا مستر اتكسرت ليه ما كانش في داعي؟ دي معناها لم يكن هناك داعي، ما كانش في داعي لفعل شيء، ما كانش في داعي لفعل شيء لكن فعلناه، ما كانش في داعي ان احنا نعمل لكن عملناه. هو ما كانش في داعي؟ لا يا مستر ده كان في داعي، يبقى هتبقى had to go. had to go مش ما كانش في داعي لكن عملناه. لا يا فندم ده في داعي، ده الواد رجليه اتكسرت، وليد رجليه اتكسرت. يلا يا ريس. you are ill يعني يا مستر انت عيان. I think مضارع يا مستر. اه you not go to the doctor نصيحة قوية اهو، نصيحة انت عيان، نصيحة قوية بنسميها نصيحة مسببة، بنسميها نصيحة مسببة. I think اعتقد هنا have to مش هتنفع يا مستر عشان ده مش الزام خارجي، ده انا بنصحه. should have ازاي يا مستر يجي بعدها مصدر، يبقى مش هتنفع. had to الجملة مش ماضي. مستر انا خلاص عرفتها، مفيش غير must. must نقرا تاني. you are ill انت مريض. I think اعتقد you must go to the doctor اعتقد لازم تروح للطبيب. يلا يا غالي.
He not British. He speaks English fluently. بيتكلم انجليزي بفصاحة. يبقى هو مؤكد راجل بريطاني. مستر دي نفي مش هتنفع. دي نفي مش هتنفع. Must have been كان من المؤكد. ازاي يا مستر وهو speaks اهو. يعني هو مش كان من المؤكد. يبقى مش هتنفع. ما عنديش غير must be. من المؤكد انه. من المؤكد ان. من المؤكد ان. He must be British. He speaks English fluently. هو مؤكد بريطاني بيتكلم انجليزي بفصاحة. I not stop eating sweets. انا لازم ابطل اكل الحلوى. ليه يا مستر؟ They are bad for me. ضار ليا. انا عايز كلمة لازم. عايز كلمة لازم. مستر مش موجودة ماست. ما انا قلت لك لو مش موجودة ماست هناخد هاف تو مكانها. كود مش هتنفع. هاز تو مش هتنفع مع اون. كان مش هتنفع. ما عنديش غيرها يا مستر هاف تو. قلت بيحلوا محل بعض في حالة ما تكونش غير واحدة بس اللي موجودة. بيحلوا محل بعض في حالة ما تكونش غير واحدة بس اللي موجودة. يلا يا غالي. The word is cold. حد فاكر احنا دخلنا بقى في الفوكاب. كلمة سكولد يعني يا مستر يعني يوبخ يعنف. is an antonym. هي عكس يا مستر. عكس الكلمة ايه؟ ما انت محفظها لنا يا مستر. عكس يوبخ يمدح. فين يمدح يا ريس؟ admire يعني يعجب. suggest يعني يقترح. confess يعني يعترف. مفيش غيرها يا مستر. praise. repeat after me واكتبها عندك ودونها عندك في الملاحظات بتاعتك. بريز يعني يمدح. سكولد يعني يوبخ. The opposite. يعني يا مستر عايز عكس. ركز. عكس. عكس يا مستر. عكس سيت اب. سيت اب يعني يؤسس. اهي. ينشأ. يبني. اه مستر. عكسها ايه؟ خدناها كذا مرة. اطلعها لك من جوه المذكره كذا مره. اه مستر. استابليش ده معناها يؤسس. كوليد يعني يتصادم. بيلد يعني يبني. امال عكسها ايه يا مستر؟ عكسها ديموليش. ديموليش يعني يهدم. ديموليش يعني يهدم. لو مش عارفها من فضلك وقف الكاميرا وقف الصوره واكتبها. تبعني. يلا يا غالي. What is the antonym? عايزين نعرف ايه عكس. عكس of the word promote. Promote يعني يا مستر يرقي. عكس كلمة promote يا مستر يرقي. اه يا مستر هتبقى ايه؟ يلا نشوف انا وانت. Advance يعني يتقدم. Develop يعني يتقدم. Progress يعني يتقدم. يبقى مفيش غيرها يا مستر. يتراجع ويتكهكر. اللي هي regulate. يعني يتراجع ويتكهكر. ممكن تكتبها عندك. relegate اهو. relegate يعني يتراجع ويتكهكر. relegate اهي. relegate يتراجع ويتكهكر. promote يعني يترقى. عكسها يتراجع. تمام. يلا يا ريس. The word كوب. كلمة كوب يا مستر ما احنا خدناها. كوب ويز. كوب ويز يعني يتغلب على. طب يلا يا مستر كوب معناها ايه؟ جيت اب يا ستايكس. بروف يعني يبرهن. امبروف يعني يحسن ويتحسن. مستر معناها ايه؟ اوفركم يتغلب على. يتغلب على. طلعها واكتبها. كوب ويز تيجي بمعنى يواكب وتيجي بمعنى يتغلب على. تمام. يلا يا ريس. The word anxious. anxious يعني يا مستر قلق. قلق. anxiety يعني يا مستر يعني القلق نفسه. طب هو عايز ايه؟ عايز السينونيم يعني المرادف. عايز المرادف لكلمة anxious. هتبقى يا مستر relaxed يعني مسترخي. strange يعني غريب. exotic يعني غريب. هتبقى مفيش غيرها يا مستر. worried يعني قلق. worried. اللي بعديها. He wrote. هو كتب. أبوك كتب كتاب. About عن ده نقط. He got during his trips in Africa. إيه ده؟ كتب كتاب عن
خبراته او تجاربه الحياتية، التجارب الحياتية بتاعته اللي قضاها جاب اللي حصل عليها during his trips رحلاته in Africa. Attempts يعني محاولات، experiments تجارب في المعمل، تيستس يعني اختبارات، مستر هتبقى experiences. يعني ايه مستر experiences؟ يعني تجارب حياتية. experiences مستر تتجمع، في منها an experience و experiences. اما الاكسبيرينس بس يا مستر ممكن اقول عليها خبرة لو هي اسم مفرد لا يعد. كمل يا غال. it's important يعني ايه مستر؟ هام to be not انك تبقى ايه of the science. هام جدا انك تبقى ايه واعي للعلامات of burn out الانهاك والتعب، لازم تبقى واعي لها. then you can take action اول ما تحصل لك العلامات دي لازم تاخد تتصرف. طب يلا يا مستر. unaware يعني غير واعي، unconscious يعني غير واعي فاقد الوعي، aware هي دي يا مستر. software يعني البرمجة، هتبقى aware of يعني واعي او مدرك ليه. ممكن تكتبها عندك لو مش حافظها، aware of يعني واعي او مدرك ليه. هات اللي بعديها. it's important يعني يا مستر مهم، to share your feelings انك تشارك المشاعر بتاعتك، share your feelings with people مع ناس you not like your family or teacher. لازم تشارك المعلومات بتاعتك مع ناس انت بتحبها، مع ناس انت بتثق فيها. زي مين يا مستر؟ زي العيلة بتاعتك، زي المدرسين بتوعك. يا مستر mistrust يعني عدم ثقة، misunderstand يعني مفيش تفاهم، doubt يعني شك، يبقى مفيش غيرها يا مستر. trust ناس انا واثق فيهم. trust he started بدأ to solve his problems، بدأ يحل المشكلات بتاعته. by not the reasons for them، بدأ يحل المشكلات بتاعته بأنه يتعرف على الأسباب بتاعتها. يتعرف يعني يا مستر؟ تعال نشوف أنا وين. neglect يعني يتجاهل، omit يعني يحذف، ignore يعني يتجاهل، يبقى ما فيش غيرها يا مستر. identifying يعني يتعرف على، identifying بدأ يتعرف على الأسباب فقدر يحل المشاكل. most people معظم الناس، ركز كويس، found it difficult، قلنا found مفعول يجي صفة، تجد من الصعب، to sleep انها تنام، not their mental health problems بسبب مشاكل عقلية. ما انت محفظنا يا مستر عندي because of، اكتبهم معايا من فضلك. because of، owing to، due to، thanks to، on account of. مالهم دول يا مستر؟ كلهم بيجي بعديهم السبب والسبب اللي بعديهم يا نون يا فعل زائد ing. طب ركز كويس معايا. because يا مستر قلنا because و as و since، because و as و since يعني دول مش هينفعوا عشان دول مش بعديهم، احنا عايزين حاجه بيجي بعديها نون وفيرب ان جي. طب although يا مستر قلنا بتساوي though، although و though و even though و even though و even if، قلناهم في الوحده الاولى وقلناهم في الوحده الخامسه وقلناهم قبل ما ندخل في المنهج خالص في الترانزيشنز، وخدناهم اول حصه في المنهج خالص اللي هي يا مستر اللي هي الكونجنكشنز الروابط. although though even though even if even if، يبقى احنا هنختار يا مستر، هنختار because of بسبب، هنختار because of. تمام يا ريس، تيجي نقراها تاني؟ نقراها تاني حاضر عيني. most people معظم الناس found it difficult بتلاقي من الصعب to sleep انها تنام not because of بسبب their mental health problems المشاكل الصحية او الصحة العقلية اللي عندهم. يلا يا ريس. I couldn't cope with، انا مش قادر اتغلب على the situation
مش قادر اتغلب على، مش قادر اتعامل مع، مش قادر اواكب. يواكب اهو، يواكب، يساير الموقف ده. كوب هنا is the synonym، هي المرادف of لكلمة ايه يا مستر؟ develop يعني يطور، بروموت يعني يرقي، بيرسويد يعني يقنع، يبقى مفيش غيرها يا مستر. deal with، deal with، مش قادر اتعامل مع الموقف ده، مش قادر اواكب الموقف ده. the word set up، الله ينور عليه، set up يعني يؤسس. السيميلار مينينج هي مشابهه في المعنى، with the word مع الكلمه مشابهه في المعنى لكلمه ايه يا مستر؟ فاوند يؤسس، اه تنفع. بريك داون يعني يتعطل، تيجي يتعطل مع الاشياء وينهار مع الاشخاص. فايند يعني يجد، ديستروي يعني يدمر، يبقى خلاص مفيش غيرها يا مستر، هتبقى فاوند. فاوند هنا فيرب مصدر معناه يؤسس، والماضي منه فاوند، نحط له اي دي تاني، فعل عادي ريجولار. يلا يا غالي، هاز هي، هاز هي نوت ا ديسيشن، هل هو خد قرار؟ ما انت محفظنا يا مستر ديسيشن تاخد حاجتين، ميك وتيك، فين اللي موجود منهم هنا؟ مستر الاثنين موجودين، يبقى دي مش هتنفع، يبقى هاد دي مش هتنفع. يجي عيل يقول لي طب ما الاثنين موجودين يا مستر، اقول لك يا ابني بعد هاز يجي تصريف ثالث، تجد ماضي، لو كانت تيكن كانت تنفع، يبقى ما عنديش غيرها يا مستر غير ميت، لو كانت تيكن كانت تنفع. يلا يا غالي، ذا ريتش مان يعني يا مستر؟ يعني الراجل الغني. ذا ريتش مان ووز انوت، راجل ايه؟ ماشي، هو جيف ماني، بيدي فلوس، تو هيلب يساعد، بيلد في بناء الايه يا مستر؟ ذا هوسبيتال، بيساعد في بناء المستشفى. اه مستر، يلا نشوف الراجل الغني ووز ميزر، بخيل. ديستيتيوت يعني فقر معدم، فقر معدم يعني فقير جدا. بيجر يعني شحات، التلاته ما ينفعوش يا مستر، هتبقى بينيفاكتور يعني راجل عامل اساسي، راجل عامل اساسي. طب يلا يا مستر، ذا كاربينتر يعني ايه يا مستر؟ يعني النجار، ركز كويس. يوزز ا، بيستخدم ايه؟ تو هيت عشان يخبط ذيس نيلز، عشان يدق المسامير دي، انتو داود في الخشب، عشان يدق المسامير في الخشب بيستخدم ايه؟ سو، منشار، ماشين، اله، مط، الوحل والطين، مفيش غيرها يا مستر. هامر، بيستخدم الشاكوش، هامر. هات اللي بعديها، وي نوت ذا دور مان، الراجل البواب. of committing the crime for committing، ايه ده؟ ده احنا بنشك في الراجل البواب ان هو اللي ارتكب الجريمه، الراجل ده اللي ارتكب الجريمه. اه مستر، يشك يعني ريسبكت، يحترم، اكسبت يعني يقبل، اكسبكت يعني يتوقع، مفيش غيرها يا مستر. suspect، suspect يعني ايه يا مستر؟ suspect يعني يشك. لو مش حافظها اتفضل اكتبها واكتب معناها جنبيها، suspect يعني يشك. ده نيكلاس يعني العقد، ده نيكلاس. وي فاوند، اللي احنا لقيناه، ان ذا كار، العقد اللي احنا لقيناه في العربيه. ووز ا نوت، ده دليل وبرهان، دليل على ايه يا مستر؟ ذات شي توك ات، معنى ان نلاقي العقد في العربيه بتاعتها ده دليل وبرهان ان هي اللي خدته. اه يا مستر، روف يعني سقف، لوف يعني رغيف، رغيف عيش، كي يعني مفتاح، يبقى مفيش غيرها يا مستر. بروف يعني اثبات ودليل وبرهان، اثبات ودليل وبرهان. مركز؟ يلا يا غالي، if you continue، لو انت بتستمر، مستمر، to study hard، ياد لو كملت مذاكرة بجد، your knowledge، المعرفة اللي عندك، of French، والمعرفة الفرنساوي، وال ايه يا مستر؟ لو انا بكمل مذاكرة لازم المعرفة اللي عندي هتتحسن. اه مستر، بروف يعني يثبت ويبرهن، ديس بروف يعني لا يثبت ولا يبرهن،
امبروف تتحسن، ابروف يعني يستحسن، يبقى فيش غيرها مستر امبروف. يتحسن، ابروف يعني يستحسن، مش هي دي. هات اللي بعديها. his not seems يبدو، his not seems to be worries خطأ. when visitors come يبقى سلوكه يبدو ان هو غلط، لما الزوار جم. يلا يا مستر. favor يعني معروف، behold يعني لصالح، behave يعني يتصرف، يبقى behavior يا مستر يعني سلوك او تصرف، سلوك او تصرف، سلوك او تصرف اسمها يا مستر behavior، واحيانا بتكتب من غير اليو. تمام. يلا يا غالي. grandma جدتي gets upset متضايقة if we change her not of getting up early. احنا غيرنا النظام بتاعها، هي كانت بتصحى بدري وهي زعلانة ان احنا غيرنا النظام بتاعها. فين النظام يا مستر؟ red tape ده روتين حكومي، كله يكتب الكلمة دي، روتين حكومي. style يعني نمط، road يعني طريق، مستر مفيش غيرها. روتين، ديلي روتين يعني الروتين اليومي بتاعها، ديلي روتين او روتين يعني المعتاد عليه. خلصت، خلصت تدريبات اللي هي مستر تدريبات الفوكاب والجرامر. هندخل عليها مستر، هندخل على تراجم حصص مصر. يلا يا غالي. صح معايا واحدة واحدة وانا معلمك ازاي تترجم. احنا كل اللي طلبناه منك بس انك تطلع الكلمات وتبدأ تحفظها. يلا يا غالي. It's necessary من الضروري to be positive انك تبقى ايجابي، ضروري ان تكون ايجابي. And never defend a point of view ولا تدافع عن وجهة نظر unless الا اذا you are sure الا اذا كنت متأكد it will make a difference انها ستحدث فرق. تيجي نشوف. يلا يا غالي. انه لمن الضروري ان تكون ايجابيا والا تساند، الا تساند never defend تمام رأيا ما لم تكن متيقنا انه سيحدث فرقا. تقريبا هي دي الاجابة يا مستر. طب ايه؟ لازم نقرأ الباقيين. من الضروري ان تكون ايجابيا ولا تدافع عن نقطة نظر لم تكن متيقنة. ما قالش كده خالص يا مستر. انه لمن الضروري ان تكون ايجابيا والا تساند رأيا اذا كنت الا اذا الا ما لم الا اذا كنت متيقنا. انه لمن الضروري ان تكون ايجابيا والا تساند رأيا لو لم تكن متيقنا انه لن يحدث غلط سيحدث. مستر تعال نشوف هو حل ايه. حللها زي ما احنا قلنا يا ريس. عشان خاطر ربنا اعمل اللي بقولك عليه في الترجمة وانا وعدك مش هتندم. اعمل اللي بقولك عليه في الترجمة. طب يلا يا غالي. ترجمة تانية يا مستر. ترجمة تانية. عايز حد مفتح. يلا. The development يعني التطور. تطور. تنمية. تطوير. of the educational system يعني تطوير النظام التعليمي. should be a flexible لازم يكون مرن. flexible ongoing process يعني عملية مستمرة مرنة. that needs thinking تحتاج إلى تفكير. outside the box تحتاج إلى تفكير برا الصندوق. يلا يا ريس. إن تنمية النظام التعليمي ماشي عملية مرنة ذاهبة. ايه يا مستر ذاهبة دي؟ لا مستمرة. تحتاج اعتقاد. لا مستر مش اعتقاد تفكير. ماشي. ان تطوير النظام التعليمي عملية مرنة مستمرة تحتاج اعتقاد. طارد يا مستر. ان تطوير النظام التعليمي يجب ان يكون عملية يعني يجب ان يكون عملية. ان تطوير النظام التعليمي ينبغي ان يكون عملية مرنة مستمرة
تحتاج الى برضو دي فيها اعتقاد تفكير خارج الصندوق. هي دي يا مستر الاجابه؟ اه تعال نشوف طيب حصص مصر عاملاها ايه. هي الاجابه. شغل دماغك اتوسل اليك، شغل دماغك اتوسل اليك. طب تعالى يا ريس ندخل على ترجمه تانية. ترانسليت انتو انجلش. يلا يا غالي. ما من شك في ان السعاده هي الهدف الذي يسعى جميع الناس الى تحقيقه. مفيش شك ان السعاده هي الهدف اللي الناس عايزاه تحققه. يلا يا مستر. There is no doubt that happiness is the goal which seeks all people. يعني ايه يا مستر seeks all people دي؟ هما المفروض تبقى يا ابني all people، all people seek. خلاص يبقى ده طار. There is no doubt that happiness is the goal which all people want to achieve. تقريبا هي دي. There is no doubt that happiness is the goal which all people seek to achieve it. ما ينفعش يا مستر، ما دام حط which ما حطش معاها it. ما دام حط ضمير الوصل لا يجوز الجمع بين ضمير الوصل والضمير الشخصي. اكتبها ايه؟ وعلينا اصلا في يونت 11. لا يجوز الجمع بين ضمير الوصل والضمير الشخصي. لا يجوز الجمع بين ضمير الوصل والضمير الشخصي. واللي بعديها يا مستر حاطط برضه ايه؟ ودي يا مستر حاطط فيها ايه؟ كده كلهم طاروا. امال ايه الاجابه اللي هتبقى؟ بتاعتنا يا فندم اهي. بتاعتنا يا فندم اهي. اسمعها تاني. اسمعها تاني. There is no doubt مما لا شك فيه. That happiness, ان السعاده is the goal, هي الهدف which all people want to achieve, اللي كل الناس تسعى الى تحقيقه. هات اللي بعديها. يحتاج الانسان لوسائل الترفيه والتسليه والاسترخاء لتجديد طاقته، فليس من المنطقي ان يظل الانسان يعمل دائما طوال الوقت وبدون توقف، والا سيتحول لاله، والا هيتحول لاله. يلا يا ريس. مان الانسان needs يعني يحتاج means of entertainment وسائل الترفيه تمام، relaxation والاسترخاء تمام، amusement والتسليه تمام، to refresh his energy عشان ينشط الطاقه بتاعته. It isn't logical ليس من المنطق that man keeps working ان يستمر الانسان في العمل all the time طوال الفتره without stopping بدون توقف or he will be a machine والا هيبقى اله. هي دي يا مستر الصح. بس عايزين نشوف الباقي غلط ليه بقى. واحده واحده بقى. man needs means of entertainment relaxing. لا يا مستر عايزينها نوين، هنعطف عليها نوين، مش هتنفع باظت خلاص. man needs means of entertainment, relaxation and amusement to refresh his energy. تمام. It is legal. لا يا مستر ده قال ايه؟ logical ليس من المنطق اصلا. legal يعني شرعي. هنا يا مستر كاتب illegal يعني غير شرعي. احنا عايزين من المنطق، يبقى اكيد هي دي الاجابه يا مستر اللي انت بتقول عليها. كلامك سليم 100%. حبيبي اسمعني، حبيبي اسمعني، اعرف انا بحل ازاي. الترجمه هتفرق معاك جامد جدا. يلا يا غالي. الكثير من الشباب يحلمون بالسفر للخارج سواء كان للسياحه او للدراسه او العمل، فلكل منهم سببه في السفر. كل واحد عنده سبب في السفر بتاعه. يلا نشوف. Many young people كثير من الشباب dream يعني يحلمون about traveling abroad. Neither سواء كان، ما ينفعش neither يا مستر. ماشي. Many people many young people dream of traveling بيحلمون للسفر للخارج abroad either for tourism study or work. ماشي. Everyone has his. ازاي يا مستر؟ everyone الضمير بتاع حذير فمش هتنفع his. احنا قلنا everyone و everybody و someone و somebody و no one و nobody. لما تيجي تحط فعل بتحط مفرد، لما تيجي تحط
لما تيجي تحط ضمير بيتحط جامع. طب يلا يا مستر يبقى هيز دي تارت. Many young people dream of traveling abroad. Both ما تنفعش يا مستر. قال لك ايه ده؟ ايه ده يبقى هيز الاجابه؟ Many young people dream of traveling abroad. بيحلموا بالسفر للخارج. Either for tourism study يا اما للسياحه يا اما للدراسه or work او العمل. Everyone has their اوعى تنسى their ايه reasons. كل واحد عنده الاسباب بتاعته for traveling للسفر. كل واحد عنده الاسباب بتاعته للسفر. تمام بكده حبايبي الغاليين خلصنا يونت 4 كل الاسئله اللي نازله على حصص مصر في الوحده الرابعه. من فضلك من فضلك شد معايا سنه صغيره، انا عايزك تحل قبل ما انا بحل. طب يا مستر انا بدخل على المنصه ولقيت في اسئله تانية على الوحده الاولى والثانيه والثالثه برضو بنعملها وبنجهزها. انت عليك المذاكره بس، وائل عليه ان هو يجيب لك كل اللي انت عايزه. مستر طب تقييمك ايه للاسئله؟ الاسئله كويسه ومتوسطه وما فيهاش حاجه معقده. تمام لاي طالب مذاكر حتى نص نص يعرف يحل. فمن فضلك شد حيلك واتعب وذاكر عشان ربنا يدينا من كرمه كتير. طب انت عايز مننا ايه يا مستر؟ عايزك تدوس معايا. احنا حلينا دلوقتي على الاقل 34 جملة. عايزك تقول لي جبت كام من ال 34؟ كل اللي طالبه منك انك تقول لي جبت كام. انك تقول لي جبت كام دي بتفرق معايا جامد جدا. دي بتفرق معايا جامد جدا، تخليني اعمل تاني وتالت ورابع، احس ان انا في ناس معايا شغاله وبتصحح. دي حاجه بتشجعني جامد جدا، فما تبخلش عليا انك تكتب لي جبت كام. اتعب وشد حيلك، اتعب وشد حيلك، انا تحت امرك، اي حاجه تعوزها ادي رقم الواتس بتاعي 0100 617 6184. ده رقم الواتس بتاعي، ابعت لي اللي انت عايزه، انا تحت امرك، ابعت لي الدرجه بتاعتك، عرفني انت ماشي ازاي، وانا هقول لك على السكه اللي نمشي فيها بعد كده. تمام؟ اتبسطت بيكم جدا جدا جدا، شرفتونا ونورتونا، احلى طلبه في الدنيا، اشوف وشكم بألف خير.